إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أهم المهمات وأعظم المسائل والفريضة المتعينة على كل مسلم ومسلمة أن يحقق أصل هذا الدين وأن يقوم بالإيمان لله رب العالمين. والإيمان بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا بقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ولا يقوم للإيمان قائمة حتى يكون فيه ولاء وبراء، وهو المعروف في كتاب الله تعالى بالكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يكفي أن تقول أنك تعبد الله عز وجل، فكما أن الله تعالى لم يقبل من العباد أن يجعل القرآن عظيم، كذلك لا يقبل من العباد أن يجعل التوحيد عظيم ولا أن يجعل الإيمان عظيم. ما معنى عظيم يا إخوان؟ متفرقا، فيه تشهي، فيه اختيارات. كلا، لا بد أن تأتي بحق الله جل وعلا كاملا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نجتمع على أصل هذا الدين وأن لا نتفرق فيه، وضرب لنا الأمثلة بالأمم الماضية الذين أرادوا أن يجتمعوا على غير هذا الدين، جمعتهم عصبيات، قبليات، أراضي، أموال، وفي زمننا هذا وطنيات وجنسيات. هذا لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. الذي ينفع عند الله جل وعلا أن نجتمع على هذا الدين. ولهذا يقول الله جل وعلا وهو يذكر الأمم الماضية ويذكر هذه الأمة، يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن فعلنا هذا فهذا أعظم نكاية في أعدائنا. إذا أردنا أن نهلك أعدائنا وننكي فيهم ونفشل خططهم ونجعل جهدهم يذهب هباء وعبثا لا قيمة له ولا تأثير به على أمة الإسلام، علينا بهذا الأمر الذي يأمرنا به ربنا تبارك وتعالى، أن نجتمع على هذا الدين، أن لا نتفرق في هذا الدين. قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. تدعوهم إلى ماذا؟ إلى الاجتماع على الدين، على إقامة الدين، الاستمساك بأصل هذا الدين. هذا كبير على المشركين يا إخوان، عظيم وجلل. ولهذا ينفقون الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله، لتفريق المؤمنين والمؤمنات، للتخذيل عن الإسلام، للطعن في الدين. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليس مالا واحدا، أموالهم، جميع أنواع الأموال، هم على استعداد أن ينفقوها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يبعثون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أجاب الله تعالى على سؤال قد يتبادر إلى الذهن أو يلقيه الشيطان على مسامع البعض. لماذا هذا الابتلاء؟ الله جل وعلا قال: ليميز الله الخبيث من الطيب. كفار معهم أموال يسلطون على حرب هذا الدين، والمقصود من هو؟ أنت أيها المسلم. المستهدف ما هو؟ هذا الإسلام، وهو ابتلاء للمسلمين. الله جل وعلا بيّن أنه سيبلو هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. قال: ولو يشاء الله لانتصر، ولو يشاء الله لانتصر، ولكن ليبلو بعضكم لبعض. ابتلاءات، نبتلى بتسلط الكفار على هذا الدين. لكي نتخلص من هذا الابتلاء، الله تعالى يعظنا أن نستمسك بهذا الدين وأن نجعل محور حياتنا هذا الدين، لا سيما أصل هذا الدين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. كلما أمر الله تعالى به نؤمن به، وكل طاغوت نكفر به. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظ ما قال فقد أمسك، إنما زاد زيادة في المبنى لكي يزيد معنى، لكي يزيد معنى. العلماء يقولون زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى، فأمسك ليس كاستمسك. ها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي عروة واحدة وثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ما معنى لا انفصام لها؟ لا تقبل التجزئة، لا تقبل التبعيض، لا تقبل أن تكون عابدا لله بالصلاة والصيام ولم تحقق الكفر بالطاغوت، أن تكون عالما بالصلاة والصيام ولست عالما بلا إله إلا الله ومعانيها ومقتضياتها ولازمها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة، إنما هي كلمة تحمل علما لها مدلول، لها مقتضى، لها لوازم. ماذا الله جمع؟ ما قال فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا علم يتعلم. فعلى العباد كلهم أن يعرفوا أن أول شيء يجب عليهم أن يتعلموه أصل هذا الدين، المتمثل في ماذا؟ في تحقيق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، تحقيق التوحيد واجتناب ضده وهو الشرك بالله عز وجل والكفر والنفاق الأكبر. ولهذا ضرب الله جل وعلا المثال بالأنبياء والمرسلين في طريقة تربيتهم لأبنائهم، ومن باب أولى كذلك تربيتهم لمن بعثوا إليهم. يربونهم على ماذا؟ على أصل هذا الدين. نحن في أخوان، نحن في زمان خطير جدا، نحن في زمان يقول لك ما لكم مال كذا، المهم أن تصلي وتصوم، لا يهمني من يحكمني، لا يهمني بما يحكمونني، لا يهمني عن لا لا يا أخي، أنت مأمور، الله تعالى يأمرك بهذا، أن تستمسك أنت بهذا الدين، أن تقوم أنت بهذا الدين، أن توالي أنت في هذا الدين وتعادي في هذا الدين. الله جل وعلا يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الله تعالى يقر يقول لا يرغب، أي لا يزهد، لا يأنف، لا يقبل على هذه الكلمة ويقيمها حق إقامتها إلا العبد الراشد، أما السفيه فلا يهتم بهذه الكلمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إبراهيم إسحاق والأنبياء والرسل كلهم يعتنون بهذه القضية لأنهم يعلمون أن هذا حق الله تعالى يجب أن يقدم على حقوق المخلوقين. ثانيا هذه الرحمة الحقيقية للمجتمعات. ثالثا لن يقع ائتلاف في المجتمع وتناصح حقيقي إلا إذا كان مبدأه التناصح في أصل هذا الدين في إقامة ملة إبراهيم. أما الآن يدعونك إلى اجتماعات واختلافات وكذا بقوانين وضعية ودساتير جاهلية، والله لن تغني عنا شيئا يا إخوان. لو كانت تغني شيئا لأغنت عن قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم نوح، لأغنت عن فرعون وهامان وقارون، لا أغنت عن كسرى وقيصر، لم تغني عنهم شيئا أبدا يا إخوان، دمرهم الله تعالى تدميرا. لماذا؟ لأنهم أرادوا أمنا وأمانا واستقرارا بلا ملة إبراهيم، وهذا لا يكون. الله قضى هذا يا إخوان، مالك الملك الذي له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير قضى هذا، أنه لم ولن يقبل مثل هذا أبدا، ما يقبل الله جل وعلا. لن يقيم الله تعالى حياة طيبة إلا من خلال الإيمان. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فقط، لا قال وهو مؤمن، لا ليس الشيء أن تعمل صالحا فقط، لابد أن تعمل صالحا وتحقق إيش؟ الإيمان الذي لا يكون إلا بإيش؟ بالكفر بالطاغوت. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة، في الدنيا حياة طيبة، في الآخرة يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم، نسأل الله من فضل العظيم، ويروا ربهم سبحانه وتعالى في جنات عدن، نسأل الله من فضل العظيم تبارك وتعالى، جل الله في أولاد. خيرات مرهونة بماذا؟ بالإيمان. هذا كثير بالقرآن يا إخوان. فيا إخوان، التعامي عن هذا الأصل، عن هذا الأصل، والتغاضي عنه والزهد فيه والإعراض عنه، وكما يقول بعض نعم الرايحين عنه، لا، هذا ما يغني عنا شيئا يا إخوان أبدا. من دعاك إلى خطة غير إقامة ملة إبراهيم، غير إقامة هذا الدين، اعلم أنه لك مخادع ولك غاش، وإن لبس لباس الرحمة ودفع الفتنة وتأليف القلوب ورفع البلاء عن الناس والاقتصاد ورأب الصدع وحقن الدماء وزعزع، هذا كله كذب وافتراء، كذب وافتراء. الله تعالى بين هذا في الكتاب العزيز، أنه لن تقع هذه الألفة إلا من خلال الدين. قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. من؟ الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بماذا يا إخوان؟ بالإسلام. العرب انظر ماذا، كيف كانوا شذر مذر، طوائف شتى، قبليات وعصبيات، شريعة غاب، القوي يأكل الضعيف. فجأة تجد قرية آمنة مطمئنة يغزو عليها فريق آخر، قبيلة أخرى، فيسبون النساء ويقتلون الرجال ويأخذون الذرية عبيدا والجواري إماء، يصبحون يباعون ويشترون في سوق النخاسة فجأة بلا مقدمات. هكذا جاعت القبيلة الفلانية تقوم تأكل القبيلة الأخرى لكي تشبع هي، القوي يأكل الضعيف، شريعة الغرب. اليهود والنصارى ماذا يقول جل وعلا؟ يقول: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما يمكن أن تؤلف بين الناس إلا بما أراد الله عز وجل، والله أراد أن تؤلف القلوب على الدين فقط، على الإسلام. المهاجرون الأنصار قبل البعثة كانوا من عامة العرب، أليس كذلك؟ وكانت بينهم حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، وتعرفون معارك وحروب داحس والغبراء، وعلى أشياء تافهة أحيانا تسفك دماء مئات السنين على أشياء تافهة. لما أراد الله أن يرحمهم بما رحمهم، ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بإنزال هذا الكتاب العزيز، بهذا الدين، لما دخلوا فيه أصبحوا عباد الله إخوانا، أصبحوا عباد الله إخوانا. إنما المؤمنون، ما قال القبيلة والعشيرة واللون، لا لا لا، إنما المؤمنون حيث كان، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخوين فقط. الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء أهل رحمة الله عز وجل. نريد رحمة الله بالائتلاف على هذا الدين، الاستمساك بأصل هذا الدين. ولكي لا يقول قائل: هؤلاء رسل وهؤلاء أبناء رسل، وأين نحن وأين الرسل من صبرهم وثباتهم وحسن تربيتهم وكيف نشأوا أزواجهم وأبناءهم، ويريد أن يعتذر نفسي مخارج ومبررات، كما إذا ذكرنا للبعض جيل الصحابة وما كانوا عليه، قال: يا أخي أولئك الصحابة يا أخي. طيب الصحابة كيف يعني؟ ما المقصود يعني؟ فقط للتبرك بسيرتهم وقصصهم، فقط لتمليئة الأوقات وتقطيعها والسمر والثقافات والمعلومات؟ لا يا أخي، هؤلاء جيل أخرجهم الله تعالى يكونوا مثالا لمن بعدهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لا، ليس، ما يصلح هذا الكلام يا إخوانا. الله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، أي هذا دين الله،
الذي كان عليه الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الله الذي لا يقبل تبديل ولا تحريف. وإن تغيرت الأحوال وتغيرت المعطيات الواقعية وحصل ضغط واقع، وجدت أمريكا وروسيا والصين ونحن ضعاف، لا يغير من حقائق الإسلام شيء مطلقا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الدين هذا باقي محفوظ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمال ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. سنبقى على عبادته وعلى إخلاص له مهما تغير الناس ومهما جرى في مجريات الأحداث. ها قال جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نستمسك بهذا. أقول لك لا يتنصل الإنسان المسؤولية التي على عاتقه، كما نسمع من البعض الآن: مالي ومالهم، أنا أصلي أنا أصوم، مالي ومال الدستور 2005، مالي ومال من سيحكم بما سأحكم، مالي ومال. لا لا لا، أنت في هذه الدائرة، أنت في هذه السفينة، إن غرقت ستغرق بمن فيها، إن نجت نجت بمن فيها. ها؟ من أراد أن ينجو إذا غرقت السفينة فعليه أن يستمسك بهذا الدين وأن يقوم به ويدعو إليه ويفتخر بذلك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. نحن في السفينة واحدة يا إخوان. تذكرون أصحاب السبت يا إخوان، انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم تعاطى المنكر، وقسم ناصح اتقوا الله، هذا احتيال عليه، هذا كفر، هذا أشد من المعصية. أنتم تحتالون على من؟ على الله الخبير السميع البصير. تخادعون من؟ الله خادعكم. وفريق ثالث قالوا: لن نأمر، لأن هؤلاء يقوم سيعذبون، ما أنا التفت إليه. وأخذوا يلومون من؟ الذين ينكرون المنكر ويدعون إلى قامة أصل هذا الدين، ينكرون عليه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مثال ضربه الله جل وعلا. طيب أقول يا أخوان، لكي لا يعتدي الإنسان ويتنصر عن مسؤوليته تجاه هذا الدين وإقامته شريعة في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، ضرب الله تعالى المثال بعبد من عباده ليس هو بنبي ولا رسول ولا ملك. من يا إخوان؟ وصاحب سورة في القرآن سميت باسمه، من؟ لقمان. لقمان مشهور بماذا يا إخوان؟ بلقمان الحكيم. يعني الآن لو سألت أي إنسان عن أو كثير من الناس عن اسم واد لقمان ما يعرفه، لكن يعرف أنه اسمه إيش؟ لقمان إيش؟ الحكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. لاحظ، استفتح الله تعالى قصة هذا الرجل المبارك بماذا؟ بوصف الحكمة ومعرفة بالألف واللام. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم أن هناك من يريد أن يتنصل، يقول لك يا أخي ليس من الحكمة كذا، ولا بد تكون عندك بصيرة، وأين المصالح وأين المفاسد وكذا، وأنت تدعو الناس إلى شيء لا يفقهونه، حدث الناس بما يعلمون أو بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تأتيك هذه الأقوال من هناك لماذا؟ ليصدوا عن إقامة أصل هذا الدين، إقامة التوحيد لله رب العالمين. أن نقول نحن كافرون بكل دستور وقانون إلا أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. نحن لا نقبل أحدا ندعوه من دون الله أبدا مهما كان، وليا قدمتم، وليا قدمتم كذا، حتى وإن ادعيتموه في الرسل أو في الملائكة لا نقبله. فقط المعبود من هو؟ الله الواحد القهار. نحن لا نقبل أبدا أن يتلاعب أحد بأسماء الله وصفاته مطلقا مهما على كعبه، مهما كان شيخا وإماما أو كذا، نسب إلى كذا من العلم والحفظ والفضل، لا نقبل. إذن يا إخوان،
الله جل وعلا يضرب المثال هنا الآن بلقمان ويسميه بالحكمة ليرد على كل هذه الأفواه التي ربما تحاول أن تقلب مع أهل الباطل وجها وظهرا لكي يحاول أو يجد بين ذلك سبيلا. نسأل الله العافية والسلام. أبدا. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أول شيء أن يشكر له. طيب ما هو أول أمر أمر به لقمان ابنه؟ لاحظ، أمره يا أخوان بإقام الصلاة؟ لا أمره بحسن الخلق مع الناس؟ لا هذا يأتي بعد، فيما بعد. ما هو أول أمر؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول معلومة لقنها لقمان لابنه وهو يدعوه ويبين له. هذا أصل الدين يا إخوان الذي أمرنا أن نستمسك به، وهو دين جميع الرسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعل ديننا واحد وشرائعنا شتى. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ما هو؟ الذي أنزله الله. ليس الإسلام الذي فيه تشهي وتمنيات أقوال وأعمال من عند الناس، لا الإسلام الذي أنزله الله وبعث به رسوله، وقال الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وجعلهم أمان للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رواه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه. لاحظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن أمسك يا أخوان، هذه حقيقة نواجه أنفسنا بها. انظر في كثير من العوائل الآن ليختبر الأب ابنه: تعال يا ولد أذكر لي أنواع الشرك. طبيعي لا تستطيع أن تجد يقول: والله ما عارف يا، لكنه يصلي معك في المسجد، لكنك تحفزه أن يصوم عاشوراء وأن يصوم يوم عرفة، وإذا جاء رمضان حفزته أن يصوم أيام أو ربما رمضان كله. طيب يا بني ما هو الطاغوت؟ يقول لك: والله ما عارف. وشنو الطاغوت يا بني؟ ما هي نواقض الإسلام؟ أنت علمته نواقض الوضوء لكي يحفظ وضوءه، وعلمته مبطلات الصلاة لكي يحفظ صلاته، وعلمته مفسدات الصيام لكي يحفظ صيامه، لكنك ما علمته مفسدات العقيدة ليحفظ عقيدته التي هي رأس المال ومفتاح قبول الأعمال. الله تعالى يخبر عن أقوام عملوا صالحا، ماذا قال؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم المعنى يقولون الإيمان، نفى الله عنهم. لماذا؟ أرادوا الإيمان على أهوائهم، نفى الله عنهم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، العمل الصالح بالإجماع المقصود في هذه الآية العمل الصالح، عملوا عمل الله يثبته له، فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الله تعالى بعد أن ذكر مجموعة من النواقض في سورة محمد وأخبر أنه يحبط أعمال هؤلاء الأقوام، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تعمل صالحا ولا تحفظ هذا العمل سيبطل هذا العمل، كما أنك لو توضأت ودخل عليك مبطل من مبطلات الوضوء ينفعك الوضوء؟ ما ينفعك، لابد أن تجدد الوضوء. صلاة كذلك العقيدة، أصل هذا الدين له محبطات ومفسدات، تعمل بعدها ما تشاء من الأعمال الصالحة لن يقبل الله جل وعلا ذلك منك. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. مع أنهم عملوا ونصبوا تعبوا في العمل، لكن ما في توحيد، ما في تحقيق للإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ما في استمساك بالعروة الوثقة. سأل هذا السؤال أيضا لزوجتك، سأله لخالتك وعمتك، لجدتك، لمن حولك في بيئتك، ستجد أن كثيرا من هؤلاء لا يعرف نواقض الإسلام، ولا يعرف ما هو الطاغوت، ولا يعرف ماذا يجب عليه تجاه هذا الطاغوت. الله تعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت، أليس كذلك؟ كيف نكفر به ونحن لا نعرفه أصلا؟ كيف نكفر به؟ هذه مشكلة يا إخوان. بل أخبر الله تعالى أن أقوام يقولون باسم الإيمان ها،
يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون. الزعم القول يا إخوان، زعم فلان أي قال فلان، وبعضهم قال هو القول الذي يحتاج إلى برهان ودليل. طيب، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الله يثبت لهم هذه الأقوال، هم يقولون هذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى الله وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآية كنا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا يا إخوان، القضية ليست قضية أن يصلي الابن، أن تصلي الزوجة، لا، هناك شيء قبل هذا وأهم من هذا وأعلى وأجل من هذا، وهو سبب الخلل في هذه الأمة، وهو الخطر المحيط بهذه الأمة، وهو السبب الذي سيجمع الأمة إن التفت حوله بإذن الله جل الله في علا سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، علمه ما هو الشرك وما هي أنواع الشرك وما هي حقائق الشرك وما هي خطورة الشرك على النفس والمجتمع، ما هي خطورة الشرك على الأعمار، ما خطورة الشرك على الأعمال، ما خطورة الشرك على العقول. يا أخوان، الصحابة كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام، يضحكون. لماذا؟ كان الواحد من هؤلاء ممن يعرف مثلا بالحكمة يصنع صنما من تمر، من أطيب التمر عنده، ويصنع به صنما ويعبده زمن، تنزل به جائحة تحصل له مجاعة، جاع، فيقطع أذن الإله ويأكله، يقطع أنف الإله ويأكله، وجد تمرا وشبع أعاد للإله أذنا وأنفا. يضحكون. كيف كان واحد منهم يئد البنات؟ كيف كان واحد منهم يعبد اللات ويعبد العزة؟ كيف؟ نعم، لماذا؟ ولهذا العلماء يقولونها الشركة يا إخوان والطاغوت يطمس البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولله تعالى في سورة إبراهيم ذكر عن إبراهيم الخليل ماذا قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إخوان، الأصنام ليست الحجارة فقط، هذا اسم للطاغوت، قد يكون تمرا، قد يكون حجرا شجرا، قد يكون وليا، قد يكون دستورا، قد يكون قانونا، قد يكون معبودا من دون الله عز وجل، شيء انتقض به الإسلام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أهل العلم: أي من ذوي الفهوم والعلوم، من أذكياء العالم، ضلوا ما عرفوا هذه الحقيقة. الآن تجد بروفيسور يجري جراحة قلب مفتوح على أدق ما يكون ولا يعرف له عملية واحدة فشل فيها، وهو يعبد بقرة. اذهب انظر، انظر ما حولك، وهو يعبد صنما اسمه بوذا موجود الآن. لا نتكلم عن أبي جهل وأبي لهب، لا نتكلم عن هذه الأمة الآن المعاصرة الآن. اسأل أهل الهند ماذا يصنع البروفيسور إذا مرت بقرة في الشارع، ماذا يصنع؟ يقف احتراما. بل بعضهم ربما إذا أرادت البقرة أن تبول وهو بروفيسور طأطأ رأسه تحت البقرة تحت مبولها لتبول على رأسه، يتبرك ببول البقرة. وآخر ما عبد في الهند الفئران، كل شيء عبدوا، حتى فروج النساء عبدوها والعياذ، عبدوا الحجر، كل شيء ضياع. يا إخوان، إبراهيم عليه السلام لما رأى هذا الحال ورأى ما حوله، طبعا إبراهيم ظهر في زمنها عباد الكواكب ناظرهم، وعباد البشر الذين أله النمرود وعبدوه من دون، والذين عبدوا الأصنام في المعاد، رأى هذا وأقوام لهم مكانة وشياكة ومنظر وجمال وبهاء ومال وجاه وحكمة وعلم في أمور الحياة الدنيا، رأى أن كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، الذي الله تعالى يقول فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ لا إله إلا الله، عظيمة هذه الكلمة يا إخوان. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم خاف على نفسه، إبراهيم يسأل الله تعالى النجاة من هذا الشرك وأن ينجي أبناءه من هذا الشرك. يقول: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ كيف بزمان الفتن يا إخوان، فتن تنفتح على الناس، يباع الدين بأبخس الأثمان،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادلوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لاحظ، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيته في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. العلماء قالوا هذا دليل واضح أن ابتلاءات آخر الزمن على مستوى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هذه مشكلة كبيرة يا إخوان. طيب، ماذا فعل الله جل وعلا بفعل لقمان مع ابنه؟ كما أن لقمان شكر الله في حقه ولم يقدم على حق الله تعالى حقا وعلمه لابنه، شكر الله له، فجاءت الآيات بعدها مباشرة ببر الوالدين. لاحظ، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا حليما. لاحظ، شكر الله فشكر الله له، الله شكور حليم جل الله في علاه. فوصقت: ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن. الآيات. طيب، بعد ذلك قوى قضية التوحيد في قلبه بعد أن نهاه عن الشرك، عاد على التوحيد. لأن لابد أن تعرف يا أخوان التوحيد والشرك، تعرف الأمر والنهي لكي تتقي ولكي تحفظ على هذا التوحيد وتلقى الله جل وعلا به. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظ، توكل على الله، الرزق عند الله، لا يخدعك الطاغوت يقول لك إما كذا وإما كذا، لا لا لا، مت على الإسلام، مت على التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله حذيفة قال: أرأيت كيف أرأيت يا رسول الله لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. مت على عقيدة صحيحة، ما في مشكلة، اعتزل كل هذه الفرق. نعم، هذا سبيل النجاة يا إخوان، ليس التخليط والدخول وقبول خطط الطواغيت والجري هنا وهناك وراء سراب. يا إخوان، هذا سراب لن نجني من ورائه إلا الألم والأسى والفرقة والشتات، نسأل الله العافية والسلام. بعد ذلك أمره بالصلاة، وآخر ما علمه إياه حسن الخلق مع المخلوقين. لماذا؟ لأن أول حسن خلق لابد أن يكون مع الله رب العالمين. الآن نجد طواغيت يمدحون بأنهم من أهل التواضع ومن أهل الخلق ومن أهل الكرم. يا رجل، هذا كافر بالله عز وجل، هذا طاغوت منازع لله تعالى، إما في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته والعياذ. انتبه، وجدنا الآن من يقدم بعض الكفار من يهود ونصارى على بعض المسلمين، يقول: والله الكافر خير منه. لماذا؟ يقول: والله أخلاقه سيئة. لا، كيف خلقه مع الله؟ يقول: الله موحد، موحد لله عز وجل، لم يشرك بالله. نقول: هذا مع ما فيه من سيئات كما تقول وعصيان، هو خير من كل الكافرين منذ أن خلق الله الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه مطلقا. الله جل وعلا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون لكم فيه لما تخيرون. لا يقبل الله جل وعلا. قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه، كتاب فيه الحكم هناك، ليس لي الناس مطلقا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كان آمنهم أضلوا سبيل. والآية في آية في سورة العمران في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم. الآية لا، آيات هذه واضحة يا إخوان. أخر ما حقه التأخير. أول شيء تسأل نفسك: هل ربيت ابنك ونفسك وزوجتك على إحسان الخلق مع الله رب العالمين؟ المشرك ألأم العباد مع الله يا إخوان، يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويطيل في أعمارهم وهم يستمرون على الكفر بالله عز وجل. تتنزل عليهم النعم، ينسبون إلى غير الله عز وجل، يعطيهم الله تعالى إمكانات يحاربون بها دين الله تبارك وتعالى، ينصرون بها العلمانية دين الشيطان الرجيم والديمقراطية دين الشيطان الرجيم، ينصرون بها الحريات وسيداء واو إلى غير، ينصرون بها الذين يدعون علم الغيب ورزق الولد وتفريغ الكربات وإغاثة اللهفات
ويقول نحن نريد نجتمع نجمع الكلمة، لا والله هذا شتات، هذا شتات. الاجتماع لا يكون إلا على دين محمد عليه الصلاة والسلام، على الإسلام الحق. هناك نعلم، ولهذا يا إخوان هذا مربي ملهم يا إخوان، ولهذا ضربه الله تعالى مثالا للمؤمنين والمؤمنات واقتدى به السلف الصالح كما في المصنف. كان الغلام إذا أفصح، يعني إذا بدأ يتكلم، أول ما يبدأ يتكلم يعلمونه ويلقنونه قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، هذه أول كلمات يعلمونها لهذا الطفل وهذه الجارية، هذه البنت التي بدأت تتكلم يا دوب هذه، والطفل ها أول شيء قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، يعني سينشأ على هذا الحال، سيسأل عن الإيمان ما هو الذي، أنا منذ الصغر يقال لي آمنت بالله، طيب ما هو الطاغوت، سينشأ يتعلم ما هو الطاغوت كي يحذر منه ها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الآن نجد لأنه التنشئة حصل فيها خلل ها، نجد من يصلي ويخرج مع العلمانيين يناصرهم، من يصلي ويدعو غير الله رب العالمين، من يصلي ويحفظ القرآن وإذا عثرت قدمه قال مدد يا فلان الديني يا ود فلان ها، نجد من يصلي ويصوم ويقدم ها مبادرة الجد الذي يعبد من دون الله نسأل الله العافية والسلامة، ويقبل قانون 2005 المليء بالشرك والكفر بالله عز وجل. هذه إشكاليات يا إخوان، لماذا؟ لأن الناشئة ما تربوا على هذه المعاني التي هي أصل هذا الدين ويظنون أنها تجمعنا، كلا والله التربية التي تجمعنا أن نتربى جميعا ذكورا وإناثا كبارا وصغارا على تحقيق أصل هذا الدين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الإيمان بالله علم يتعلم ليعمل به، والكفر بالطاغوت علم يتعلم ليتقى به الطاغوت، نتقي به هذا الأمر الذي يحبط الله تعالى به العمل، نسأل الله العافية والسلام، جزاكم الله خيرا.